أفضل فاتح شهية لطفل من عمر من 3 سنين ل 6 سنين هو مكمل الزنك. المكمل الزنك ده ممكن نجيبه من الصيدلية، أقرب صيدلية ليك تطلع عليها جري وتجيب مكمل الزنك. طب احتياجي الجرعة اليومية بتاعتي قد إيه؟ بنقول 5 مللي جرام. تمام، يبقى احنا عرفنا لو هنجيبه من الصيدلية جرعة 5 مللي جرام هناخدها على مدار اليوم. يا دكتور لا، انا عايزة حاجة طبيعية ومن البيت ومن الاكل بتاعنا، او نجيب حاجة ناكلها نخلي الطفل ياكلها تفتح له الشهية شوية، بنقول ان 100 جرام فقط من الشوكولاتة الداكنة بتدينا 3.3 مللي جرام من الزنك. يعني احنا بنقول تقريبا لو خدنا 150 جرام من الشوكولاتة الداكنة يوميا بنقدر ناخد احتياجاتنا من الزنك بالنسبة للطفل، سواء من عمر 3 سنين لحد 5 سنين. بحيث هنجيب الشوكولاتة الداكنة ونحطها بقى في الأكل في الشرب بتاعنا، تصرفي بطريقتك أو هو تديها له ياكلها، بس تبقى أنت عارفة هتدي له مثلا 150 جرام من الشوكولاتة الداكنة. لو طفلك تخين ما نديلوش الزنك من الشوكولاتة، لأن 100 جرام من الشوكولاتة بيدينا حوالي 600 سعر حرارية. لو هو خد مثلا 150 يعني دخلنا في 900 سعر حرارية، فما بنوصيش ال 150 جرام دي بالنسبة للشوكولاتة الداكنة للأطفال التخينة، تبقى الأشخاص النحيفة هتساعدهم إن هم يزيدوا في الوزن ونفتح الشهية بتاعتهم. شكرا ليكم، يا رب اكون قدرت ألم لكم الموضوع بشكل مختصر. لو حسيت ان انت استفدت من الفيديو انزل اضغط لايك. انا وصلت حتى الان 1400 فيديو في القناة، وخش كده تجول في القناة بتاعتي لعل وعسى في فيديو ممكن يعجبك او شيء معين. طبعا احنا القناة بتاعتنا بتهتم بكل ما يخص التغذية العلاجية. لو عندك اي اسئلة اكتبها في التعليقات، ان شاء الله تعالى بنجاوب على كل اسئلتكم وكل تعليقاتكم. وشكرا لكم، كان معكم دكتور احمد عطيه الدهشان. دمتم بصحه وعافيه، خلوا بالكم من نفسكم. باي باي، مع السلامه.